قبل ما نبدأ ملخص فيلم النهاردة عاوزك تركز معايا علشان ما تسرحش مني في نص الملخص، وعاوزك تعرف ان الشخصيات في الفيلم ده كلها حقيقية والاحداث بتاعت الفيلم حصلت ايام الحرب العالمية التانية. وكالعادة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو اول مرة تشوفنا علشان يوصلك كل جديد. من غير ما اطول عليكم يلا نبدأ فيلم النهاردة. بيبدأ الفيلم مع العالم أوبنهايمر اللي كان قاعد في محاكمة كده، وبيكونوا بيسألوه أسئلة كتيرة جدا علشان يحكموا عليه إذا كانوا هيشيلوا منه الصلاحيات الأمنية بتاعته ولا لا. المهم بدأ أوبنهايمر كلامه مع اللجنة وابتدى يحكي قصته من وهو صغير لحد ما كبر، وبيبدأ كلامه بيقول لهم إنه زمان قبل الحرب العالمية التانية بكام سنة كان بيدرس في جامعة كامبريدج، بس كان محتاج يدرس التخصص اللي هو بيحبه اللي هو فيزياء الكم، بس ساعتها التخصص ده ما كانش موجود لا في جامعة كامبريدج ولا في أمريكا كلها أصلا، علشان كده كان على طول مش مركز لا في دروسه ولا في أي حاجة، وكان على طول يحلم بالذرات والجزيئات وحاجات تانية كتيرة كده. وعلشان ما كانش مركز كان على طول بيفشل في المعمل، لحد ما في مرة الدكتور بتاعه اتريق عليه فيعمل ايه أوبنهايمر، أم حقن تفاحة كده كانت على مكتبه بالبوتاسيوم علشان لما يجي ياكلها يتسمم ويموت. بس تاني يوم قعد يحلم أحلام كتيرة جدا كالعادة وحس بالذنب، فعلى طول راح بسرعة للمعمل علشان يلحق الدكتور قبل ما ياكل التفاحة. بس أول ما بيدخل بيقابل دكتور نيلز اللي أول ما شافه فرح جدا وقال له أنا بشوفك دايما بتحضر المحاضرات بتاعتي، وقعد يشكر فيه شوية ونصحه وقال له لو عاوز فعلا تدرس فيزياء الكم روح ألمانيا وهتدرس تحت إشراف البروفيسور ماكس بورن، وبيقول له أنا متأكد إنك هتبقى حاجة قوية جدا في المستقبل. ولسه هياكل من التفاحة المسمومة شدها بسرعة أوبنهايمر من إيده ورماها في الزبالة وقال له إن التفاحة دي مسوسة، وخد بعضه ومشى. وبعد مدة بيروح فعلا أوبنهايمر لألمانيا وبيبدأ دراسته، وخلال مدة بسيطة اتعلم أوبنهايمر كتير جدا وعمل سمعة كويسة في المكان، لدرجة انه بدأ يدي محاضرات باللغة الألمانية على الرغم ان مدة وجوده في ألمانيا ما كانتش كبيرة. وكمان اتعرف على واحد كان معجب به جدا اسمه دكتور رابي، وكان معجب جدا بذكائه وتعرفوا على بعض بالليل وبقوا صحاب جدا، بس بيعرفه انه خلاص هيرجع لأمريكا. وفعلا بعد فترة بسيطة بيرجع أوبنهايمر لأمريكا علشان يبدأ يدي محاضرات في نظريات الكم، وهناك بيقابل بروفيسور اسمه لورنس، وكان سعيد جدا انه قابل أوبنهايمر، بس بيعرفه ان المادة دي محدش مهتم بيها، وده بيبان لما بنشوف ان محدش بيحضر المحاضرات بتاعت أوبنهايمر غير واحد بس. بس عامة بسبب ان أوبنهايمر كان مؤمن باللي بيعمله بدأ مع الوقت الطالب ده يبقى 2 و3 لحد ما بقى عنده مجموعة كبيرة جدا من الطلاب، وبدأت الناس فعلا تبقى عاوزة تتعلم المادة دي بسبب أسلوبه المميز وعلمه الكبير جدا. كل ده لحد هنا زي الفل، لحد ما بيجي يوم وبيقرر أوبنهايمر انه يروح حفلة كده، وبيقابل هناك أخوه اللي بالمناسبة شيوعي جدا، وكانت الحفلة كلها شيوعيين أصلا. وبدأ أوبنهايمر يتعرف على ناس كتير لحد ما بيتعرف على واحدة كده اسمها جين، اللي أول ما بيشوفها بيعجب بيها جدا، وهي كمان نفس الكلام. وعلى الرغم ان أوبنهايمر ما كانش شيوعي، بس بسبب كمية الشيوعيين اللي دخلت حياته مرة واحدة أكيد هيتأثر بيهم يعني، وبدأ فعلا يساعدهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وكان في ساعات بيجيب طلاب تبع الشيوعيين في الجامعة وبيدرس لهم المحاضرات بتاعته. والموضوع بدأ يوسع منه شويتين لحد ما بيجيله البروفيسور لورنس اللي بينصحه وبيقوله ان اللي هو بيعمله ده مش هينفع خالص، وانت دلوقتي مش بتفكر في العواقب بتاعته بس اكيد هيقضي عليك في المستقبل. بس بيقتنع أوبنهايمر بكلامه وبيعرف ان اللي بيقوله ده صح، وساعتها بيقطع علاقته بكل الشيوعيين اللي كان يعرفهم. بس بيروح مرة حفلة كده للشيوعيين برضه، بس دي كانت اخر حفلة يحضرها ليهم، وبيتعرف على واحدة اسمها كيتي اللي كانت شيوعية برضه وكانت متجوزة، بس من الكلام بينهم بنعرف ان هي عاوزة تنشق عنهم، فبدأوا يحبوا بعض هما كمان، وبعد فترة اتطلقت من جوزها واتجوزت أوبنهايمر، وكانوا بيحبوا بعض جدا واستمرت الحياة بينهم لحد ما بقى عندهم طفلين. وفي مرة بيروح أوبنهايمر الجامعة وبيشوف لورنس حاجة في الجريدة، وبيتصدم لما بيبص أوبنهايمر اللي لقى في الجريدة انها بتتكلم عن انقسام النواة والطاقة الجبارة اللي ممكن تطلع منها، فبيقعد يحسب الانقسام ده لأن مستحيل حاجة زي كده تحصل. بس بعد شوية بيتصدم لما بيلاقي حد من الطلاب بتوعه حل النظرية دي ووريها له، وفكرة النظرية دي هي إنك لو قذفت نواة يورانيوم بالنيترونات النواة دي بتنقسم وبيطلع منها طاقة كبيرة جدا ممكن تستخدم في إنتاج الكهرباء مثلا أو قنبلة، ومن هنا بتيجي فكرة القنبلة الانشطارية لأوبنهايمر.
ومن هنا بيعرف ان ممكن هتلر بكمية الالمان اللي معاه ممكن يوصل للفكرة دي، وبالتالي ممكن يعمل قنبلة نووية قبلهم. واللي خوفه اكتر لما تاني يوم بيشوف في الجريدة ان هتلر في الوقت الحالي احتل بولندا ودمر مدن كتيرة جدا منها، وبالمناسبة الحرب العالمية التانية في الوقت ده كانت شغالة، فبالتالي لازم اوبنهايمر يتدخل بسرعة جدا علشان ينهي الحرب اللي شغالة. وبعد فترة بيروح لأوبنهايمر واحد اسمه ليزلي اللي بيكون رئيس مشروع التطوير النووي من الدفاع الوطني، وجاله النهاردة علشان يطلب منه انه يمسك مشروع القنبلة النووية ويحاول يخلصها قبل ما هتلر والنازيين يعملوها. ومن غير تفكير كتير بيوافق اوبنهايمر، وبيبدأ على طول هو وبروفيز يجمعوا العلماء من كل امريكا، وكمان بدأوا يدوروا على مكان علشان يعملوا فيه التجارب بتاعته. وفي الاخر بيستقروا على مكان كده في نيو مكسيكو، ويعملوا فيه مدينة صغيرة علشان يتعامل فيها المشروع بتاعهم، واللي هتتسمى لوس ألاموس. وبيبقى من ضمن العلماء اللي لموهم اوبنهايمر، والأهم بالنسبة له هو لورنس ورابي والعالم إدوارد تيلر، وكده كله تمام والمكان والناس اللي هتشتغل، وبالفعل بيبدأ الشغل بتاعه. بس روبي كان خايف انه يشتغل في مشروع خطير زي ده، وخايف من العواقب اللي ممكن تحصل بعد كده، بس بيعرفوا اوبنهايمر ان هم بيحلوا مشكلة عالمية، ومن خلال القنبلة دي هيجبروا هتلر انه يوقف الحرب اللي شغالة. وتاني يوم بيجتمع مع كل العلماء وبدأوا يفكروا ازاي هيصنعوا القنبلة النووية. بس قبل ما حد يتكلم بيطلع العالم ادوارد ورقة بحث كده المفيد بتاعها ان ممكن من النظرية اللي وصل لها اوبنهايمر يحصل بعديها مجموعة من التفاعلات ورا بعض ممكن تدمر العالم كله. فبيتخض طبعا اوبنهايمر من اللي سمعه، وعلى طول بياخد بعضه وبيطلع على اينشتاين، وبيديله ورقة البحث وبيقوله ان القنبلة النووية اللي انا عاوز اعملها ممكن تعمل مجموعة تفاعلات كبيرة ورا بعض، وممكن تحرق الغلاف الجوي وتحرق العالم بالكامل. بس اينشتاين بيقوله الحقيقة انا مش هعرف اساعدك، وتقريبا كده هو مرضاش يساعده اصلا علشان ما يبقاش شارك في القنبلة اللي هم عاوزين يعملوها. فبيرجع اوبنهايمر وبيدور في ابحاث ادوارد تاني، فبيتأكد ان كلامه فعلا صح، بس نسبة حدوث التفاعلات بعد الانفجار تكاد تكون صفر، هي مش معدومة بس قريبة من الصفر. فبالتالي خلاص بيتطمن وبيبدأ شغل. وتاني يوم بيروح اوبنهايمر يجيب اسرته الكريمة علشان يقعدوا في مدينة لوس ألاموس علشان يبقى جنب الشغل بتاعه. وبعد كده اتجمع العلماء وبدأ يوضح لهم نوع القنبلة النووية اللي هم هيشتغلوا عليها، اللي هيسموها فاتمان والتانية اسمها ليتل بوي، والكمية اللي هيحتاجوها من البلاتينيوم واليورانيوم، والاتنين بأحجام مختلفة والضرر بتاعهم واحد مع اختلاف الأضرار، والاتنين هيشتغلوا بنفس النظرية ألا وهي انشطار النواة. وأثناء كلامه بيقترح إدوارد عليه إن هما بدل ما ياخدوا وقت في تجميع البلاتينيوم واليورانيوم اللي هما أساسا مواد نادرة، ممكن نعمل قنبلة هيدروجينية وهتبقى أقوى بكتير جدا من القنبلة النووية. بس بيرفض اوبنهايمر لان برضه مش عاوز الموضوع يوسع منهم ويوصل لحجم الدمار الهائل ده، ولكن ادوارد افتكر ان اوبنهايمر مش عاوز غير فكرته هي اللي تتنفذ، وبيعدي الموضوع بس بيفضل في دماغه. وبالمناسبه هيخترع فعلا القنبله الهيدروجينيه بس بعد اوبنهايمر يعني في المستقبل. المهم بيكملوا المشروع، والفكره بتقرب انها تكمل كل يوم عن اللي قبله. وبعد فتره جه العالم نيلز علشان يشوف اللي وصل له اوبنهايمر، وكمان بيحييه على اللي وصل له في الفتره اللي فاتت دي كلها. واوبنهايمر كان فاكره جاي علشان يشتغل معاهم، بس نيلز كان جاي علشان يحذره اصلا من المشروع ده، وبيقول له انت مفكر انك هتدي الحكومه سلاح دمار شامل ومستني انهم يستخدموه بالعقل. فبيفكر اوبنهايمر في كلامه كده لحد ما بيجيله خبر محزن جدا، وهو ان جين البنت اللي كان بيحبها زمان ماتت. وبعد كده بتعرف مراته كيتي باللي حصل، لحد ما بتلاقيه قاعد لوحده كده في الغابة وعمال يعيط، وكانت عارفة انه كان بيحب البنت دي زمان، بس يعني كانت متقبلة الموضوع. وجيني قبل ما تموت كانت سايبة رسالة من غير توقيع، فالله اعلم هي ماتت ولا انتحرت. واوبنهايمر بقى كان حاسس ان هو السبب في اللي حصل لها بسبب انه تخلى عنها زمان. وكان ساعتها اوبنهايمر في أسوأ أوقاته، بس بتعنفه كيتي وبتقوله فوق كده علشان أمريكا كلها معتمدة عليك، ده لو ما كانش العالم كله. المهم بتهديه كيتي وبتخلص الموضوع وبتسيبه وبتمشي. بعد فترة كان في خلافات كتيرة جدا بين العلماء، خصوصا العالم إدوارد اللي ما كانش تقريبا بيعمل معاهم حاجة، وكان كل تركيزه في القنبلة الهيدروجينية اللي عاوز يعملها، وكمان كان على وشك انه يسيب المشروع كله، بس اوبنهايمر
بيعرف يسستمه وبيتفق معاه انه هيقعد معاه ساعة واحدة في الاسبوع يتكلموا فيها في البحث اللي هو عاوز يعمله. المهم بيعرف اوبنهايمر ان هتلر مات والمانيا بتستسلم وكان في ناس كتيرة جدا عاملة احتجاجات انهم يوقفوا المشروع بما ان خلاص يعني المانيا هديت. فبيعرفهم اوبنهايمر ان المانيا فعلا هديت بس الحرب لسه شغالة لان اليابان ما زالت بتحارب بقسوة ومش هتوقف اللي بتعمله غير لما تعرف ان في قوة كبيرة ممكن تأذيها. وبعد فترة كان تقريبا المشروع شبه اكتمل فراح اوبنهايمر مع بروفز علشان يقابل وزير الدفاع علشان يتكلموا معاه. وهناك بيتكلم اوبنهايمر مع الوزير وبيقوله ان احنا مش لازم نضرب القنبلة على اليابان، احنا ممكن نحذرهم وخلاص لانها لو اتضربت هتقتل الاف بل ملايين من البشر اللي هما ملهمش ذنب في حاجة. بس الكل ساعتها كانوا مختلفين مع اوبنهايمر وكانوا مقتنعين ان اليابان عمرها ما هتستسلم الا لو اتضرب عليها القنبلة وعرفت ان في قوة مستحيل انها تقف في وشها. وساعتها كان اوبنهايمر حزين جدا من الكلام ده واضطر ساعتها انه يرجع يكمل شغله اللي كان خلاص خلصوا القنبلة النووية وجي معاد تجربتها. وكما كانت تجربة جنب المدينة اللي عاملينها بس بعيد عنها شوية في الصحراء، بس لسوء حظهم يوم التجربة كان في عاصفة وأمطار ورياح وكان الكل خايف ساعتها من كده لأنهم ما كانوش عاملين حسابهم. بس رغم كده كملوا وظبطوا كل حاجة واستنوا اللحظة المناسبة للتفجير. وبيبدأ العد التنازلي وبتنفجر القنبلة وبتعمل انفجار شديد جدا. وهنا أدرك اوبنهايمر إنه غلط أكبر غلطة في حياته هتخلي بسببه ناس كتيرة جدا أبرياء يموتوا وهم ملهمش ذنب في حاجة. وأثناء ما الانفجار شغال كانت الناس اللي واقفة شوية بيضحكوا وشوية بيعيطوا وشوية فضلوا ساكتين ما قالوش أي حاجة. وبيفتكر ساعتها الجملة اللي قراها في كتاب الديانة الهندوسية، دلوقتي أنا الموت مدمر العوالم. المهم بعد شوية بعد ما الانفجار بيخلص الكل بيفرح بأوبنهايمر وبيهنوه والكل كانوا مبسوطين ما عدا أوبنهايمر ومجموعة من العلماء اللي معاه، وده بعد ما اكتشفوا المصيبة اللي هم عملوه. وبعد فترة قليلة اتعمل قنبلتين تانيين واخدوهم الجيش وطلعوا بيهم على اليابان علشان يرموهم طبعا هناك. وأوبنهايمر ساعتها ما كانش مطمن خالص لدرجة انه ما نامش اليوم ده بالليل وكان خايف جدا من اللي هيحصل، لحد ما بيجي تاني يوم وبيسمعوا على الراديو ان امريكا رمت قنبلتين على هيروشيما وناجازاكي ولحد دلوقتي في اكتر من 200 الف قتيل. في الوقت ده بيجيله تليفون وبيعرف منه انه خلاص اليابان انسحبت، بس بيعرف أوبنهايمر ساعتها ان هو السبب في كل اللي حصل ده وحس ان كل الناس اللي ماتت هو السبب في موتها. والموضوع ده كان مأثر عليه جدا لدرجة انه كان بيتخيل ان الناس اللي حواليه جلدهم بيتشال من القنبلة. وبعد كل اللي مر بيه ده كان لازم يلاقي حل لتقنين استخدام القنبلة بتاعته، فراح يقابل رئيس امريكا ترومان وقال له انا حاسس ان ايديا ملطخة بدماء الابرياء. بس ساعتها بيطلع له منديل من معاه علشان يمسح ايده وبيقول له ان محدش من اللي مات في هيروشيما او ناجازاكي مهتم مين اللي صنع القنبلة النووية، هما مهتمين بس بمين اللي رماها وانا اللي رميتها. وكمان بيقول له انه هيخلي تيلر يبدأ في مشروع القنبلة الهيدروجينية بتاعته لان اكيد الروس هيوصلوا للقنبلة دي وبالتالي لازم احنا نبقى اقوى منهم. وبيعرف ساعتها ان الناس دي كلها مش هاممها ارواح الناس، فبياخد نفسه وبيمشي. ولما امريكا عرفت ان اوبنهايمر عاوز محدش يستخدم القنبلة النووية بتاعته وبالتالي امريكا مش هتبقى هي القوة العظمى، افتكروه خاين وساعتها بدأوا يدوروا وراه وبدأوا يجمعوا عنه كل القديم والجديد. وبيعرفوا بعد كده من طرف مجهول ان اوبنهايمر كان ليه اصدقاء من الحزب الفاشي الشيوعيين وكان بيتعامل مع علماء روس وحاجات كتيرة كده. بس الحاجات دي ما طلعتش اوبنهايمر خاين، بس بما انه كان يعرف او اتعامل مع الناس دي كلها الحكومة شافت انه خاين وبالتالي اصدرت امر ان كل الصلاحيات بتاعت اوبنهايمر الامنية وغيرها تتشال منه. بس علشان كده هو قاعد مع هيئة المحلفين علشان يقنعهم انه ما غلطش في حاجة. نسيب بقى اوبنهايمر شوية ونروح لواحد تاني اسمه لويس ستراوس، وكان موجود في مكان كده ممكن نقول عليه زي محكمة، وكان موجود علشان المفروض انه هيتم اختياره علشان يبقى وزير التجارة، وبيكونوا جايبينه علشان يسألوه شوية اسئلة علشان يعرفوا من خلاله انه تمام معلهوش اي مشاكل ولا لا. بس بيجي الكلام ساعتها عن اوبنهايمر لانهم كانوا في فترة من الفترات اصدقاء، والفترة دي كانت سمعة اوبنهايمر مش كويسة فبيسألوه ليه بقى ده صاحبك. فهنا بقى ابتدى يحكي حكايته كلها مع اوبنهايمر وبيقول لهم انه يعرف اوبنهايمر من زمان جدا وطلب منه في مرة انه يقود مركز الابحاث
في جامعة برينستون، وكان في الفترة دي اسم أوبنهايمر وصيته عالي جدا. وطبعا ده اللي حصل، بس الفترة دي كان ستراوس حاسس ان أوبنهايمر بيحتقره، لان طبعا أوبنهايمر عالم وستراوس ولا حاجة، يعني مجرد رجل اعمال عادي. واللي زود الموضوع ده بقى في مرة لما كان اينشتاين عنده في الحديقة، وكان ساعتها أوبنهايمر يعرفه وطلع يتكلم معاه، وفضل ستراوس يبص عليهم وهما بيتكلموا لحد ما بيمشي اينشتاين وهو زعلان، وما كلمش ستراوس وهو ماشي خالص. فحس في اللحظة دي ان أوبنهايمر قال كلام مش كويس على ستراوس، وده اللي خلى اينشتاين يمشي زعلان كده. ومن هنا الكره بتاع ستراوس لأوبنهايمر ابتدى يبان. في الحقيقة اصلا اللي حصل ان أوبنهايمر كان بيقول لإينشتاين، فاكر لما وريتك الحسابات اللي كانت بتقول ان ممكن بسبب القنبلة دي يحصل تفاعلات كتيرة ورا بعض ممكن تكون السبب في تدمير العالم؟ اظن ان ده حصل فعلا، وده اللي خلى إينشتاين يمشي زعلان ساعتها. ومرة تانية ستراوس قدم في المحكمة اوراق تدل ان الاختراعات بتاعت أوبنهايمر كلها ممكن تضر البيئة بسبب الإشعاعات. وساعتها وقف أوبنهايمر قدام المحكمة وفضل يستهزأ بستراوس قدام الناس كلها، وعملوا أضحوكة حرفيا، وده اللي زود كره ستراوس أكتر وأكتر. وفي مرة تانية راح ستراوس لاجتماع كده كان فيه أوبنهايمر ومجموعة تانية من العلماء، والاجتماع ده كان معمول علشان جات لهم إشارة من روسيا إنهم هناك قدر يوصلوا لاختراع القنبلة النووية. وفي اللحظة دي ستراوس فضل يلمح إن أوبنهايمر هو اللي ممكن يكون قال للروس على سر القنبلة، وده اللي زود الشك على أوبنهايمر، خصوصا زي ما قلنا إنه كان يعرف ناس شيوعيين وعلماء روس كتير جدا. بس يا سيدي ده كل اللي حصل من ذكريات ستراوس مع أوبنهايمر. وبنرجع تاني بقى للمحكمة، وكل هيئة المحكمة مش بتاخد بس من كل اللي قاله غير انه بريء من اي حاجة عملها أوبنهايمر، وبتقرر المحكمة انها تاخد استراحة شوية قبل ما ياخدوا القرار النهائي. وبيروح ستراوس يقعد مع المحامي بتاعه، وفضلوا يتكلموا مع بعض شوية كتير بنعرف من خلالها كل حاجة، وهي ان ستراوس هو اللي خلى أوبنهايمر يتعمل له محاكمة، وده بعد ما بعت واحد اسمه ويليام للمحكمة برسالة بيتهم فيها أوبنهايمر انه جاسوس وخاين و و و وكمان بعت شوية ورق كده فيها كل ماضي أوبنهايمر مع اصدقائه في الحزب الفاشي والشيوعيين، وبالتالي طلع امر بإلغاء كل صلاحيات أوبنهايمر. وبعديها بيروح يقعد معاه وبيقول له انت ما ينفعش تسكت على الاتهامات دي، وتروح للمحكمة وتطلب استئناف وترد على كل التهم اللي هم موجهينها لك. وبالفعل بيوافق أوبنهايمر، وده اللي مخليه دلوقتي في المحكمة. والاستئناف طبعا مش حاجة كويسة، لانه مش بيبقى في المحكمة، بيبقى في أوضة كده ومن غير اي رسميات، يعني لو في اي دليل حتى لو مش قانوني ممكن يتقدم ضده عادي، وده اللي مخلي أوبنهايمر في موقف لا يحسد عليه. بس ساعتها الناس اللي مع ستراوس اتضايقت منه بسبب اللي عمله ده كله، بس هو قعد يبرر لهم وقال لهم انه كان بيتريق عليه وما كانش بيحبه ومش عارفين ايه، بس طبعا محدش بيقتنع بكلامه، والاستراحة بتخلص وبيرجع للمحاكمة من تاني. بس المفاجأة ان بيجي واحد صديق أوبنهايمر اسمه ديفيد، جه وشهد في المحكمة ضد ستراوس وقدر يثبت لهم انه هو اللي عمل في أوبنهايمر كل ده، وهو اللي سبب له السمعة السيئة دي، وحتى الشخص اللي كان مسؤول عن أوبنهايمر في لجنة الاستماع كان هو اللي معينه. بس يا سيدي الدنيا بتبوظ مع ستراوس وبيتمنع منه منصب الوزير. وبعد مدة كبيرة من الزمن أمريكا بتكرم أوبنهايمر وبتديله أعلى جائزة شرفية في أمريكا تقديرا لكل الجهود اللي عملها طول الفترة اللي فاتت. وبيخلص الفيلم على كده. يا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي. سلام.